رمضان كريم، أهلا وسهلا فيكم بالحلقة الخامسة من برنامج طبخة على قد الإيد. اليوم رح نعمل نوع مقبلات، مش رح يكون طبق رئيسي بس هو مقبلات ممكن ينعمل على السحور وممكن ينعمل على الفطور، وهي أكواب البف بيستري بحشوة الدجاج والفطر. هاي الوصفة من الوصفات الكتير زاكية بصراحة، تشكيلة عن أنواع المقبلات اللي احنا بنعرفها السمبوسك والسبرينج رول، بهذا النوع مختلف شوي بس كتير زاكي وتحضيره سهل. أول إشي احنا بحاجة لعجينة بف بيستري جاهزة، الكل بيعرفها، هي عجينة معمولة بالزبدة، بتكون عجينة مورقة أو طبقات عند الشوي بتبين معنا، جاهزة ما بدها أي إشي، بس بنشتريها وبنستعملها على طول. للحشوة راح نستخدم دجاج مقطع مكعبات بتكون صغيرة، راح نستخدم فطر، أنا مستخدم معلب بصراحة، إذا بتحبوا أنكم تستخدموا الفريش ما في مشكلة. في جبنة موزاريلا راح نحتاجها بالآخر، عنا علبة قشطة اللي هي الجيمر اللي مش محلة اللي نستخدمه بالطبخ. الأعشاب عندنا مثلا ممكن تستخدموا أوريغانو، روزماري، أعشاب إيطالية، أنا هون مستخدمة ريحان مجفف، ملح وفلفل أسود، وأكيد زيت نباتي. أول خطوة رح أعملها هون إنه أنا حميت الفرن على حرارة 200 لحتى أشوي البف بيستري. فعشان أشويها أنا بحاجة أول إشي لصينية كب كيك مثل هاي مفرغة جاهزة، بس باخد البف بيستري وبحطها بقلب الكبس بهاي الطريقة. ديروا بالكم لتنمزع معكم وما تطلعوها كتير قبل بوقت من التلاجة، يعني أقل إشي أو أكتر إشي قبل بنص ساعة منطلعها من التلاجة عشان تضلها ماسكة معكم وما تدوب زيادة عن اللازم. نتأكد إنها أخذت شكل الكب من تحت، وبنفس الوقت بالشوكة بدنا نعمل فيها خزوق بهاي الطريقة بس بالقاع عشان ما تنفخ وتاخد معي حشوة صح، فبعملها بس خزوق بالشوكة عشان ما تنفش زيادة، لكن من فوق بخليها مثل ما هي لأنه حلو إنها تنفش وتعطيكم شكل. هذا الإشي اللي عم بعمله رح أطبقه على كل الحبات اللي قدامكم. وهلأ بعد ما جهزناهم للشوي رح ندخلهم على فرن محمى مسبقاً على حرارة 200، رح نحطهم تحت على الصاجة تقريباً، رح ياخذوا لهم شغلة ربع ساعة. بهذا الوقت رح نحضر الحشوة. رح أقول لكم نقطة كتير مهمة لأنه أكيد رح تسألوني عنها، الصينية ما دهنتها ولا بإشي، مش بس لأنها ما بتلزق، لأنه هاي العجينة مشبعة بالزبدة فما رح تلزق معكم بعد الشوي، ورح تشوفوا هذا الحكي بعد الشوي. هلأ رح ننقلها على الفرن. هلا رح ننتقل لتحضير الحشوة، كتير بسيطة ما بدها كتير مكونات، وهلا رح تشوفوا. أول شيء رح نحط زيت نباتي، بتقدروا تستبدلوا بالزبدة أو بزيت الزيتون حسب رغبتكم. حطينا شوية من الزيت، هلا بدنا ننزل الدجاج. طبعا احنا محمين القلاية، وزي ما حكينا من قبل لازم تسمعوا صوت الـ لما ينزل الدجاج على الزيت الحامي عشان ما تنزل ميته ويزنخ. وهو بتقلبه قبل ما يستوي بضيف عليه شوية من الفلفل الأسود بس عشان ما أخذ زنخة الدجاج. هلأ منضيف الفطر، تخليه برضو هيك ياخد تقليب صغيرة مع الجاج. الفطر ما تخلوه كتير يطول على النار، يعني دايما بس يستوي الجاج منضيف الفطر عشان ما يجلد ويصير يعلك، يضل محافظ على طراوته وطعمه. تخليه ياخد هيك تقليبة بسيطة، وآخر إشي رح نضيف القشطة والبهارات.
هلا بنضيف عليها القشطة. يفضل قشطة مش كريمة عشان يضل قوامها جامد شوي، ما يكون سائل، لأنه لسه بدنا نحطها بعجينة، فعشان ما تخلي العجينة تصير طرية يفضل أنه نستخدم إشي يكون جامد قوامه، فأفضل إشي القشطة. وآخر إشي رح نعمله رح نحط الأعشاب والملح، وهيك بتكون حشوتنا خلصت. رح نحط الملح. عادة الوصفات اللي فيها قشطة أو الكريمة بتاخد ملح أكتر، لأنه بيكون في طعم دلع شوي من الكريمة أو القشطة. وهون أعشاب مجففة، ريحان مجفف، أوريجانو، زعتر ناشف، شو متوفر عندكم تقدروا تضيفوا. هيك صارت جاهزة، وهلأ رح نشوف أكواب البوف بيستري شو صار فيهم بالفرن، أكيد تحمروا من تحت. وصارت حشوتنا جاهزة لحتى نحشيهم ونعمل اللمسات الأخيرة. رح أنقل هاي عجنب وأحط صينية البوف بيستري اللي عملناها، بس ديروا بالكم حتكون كتير سخنة. ورجيكم إياها كيف تحمرت من تحت. بسم الله، شايفين لحالها طلعت بدون ما نضيف لا زيوت ولا إشي، لأنه هي أصلاً مشبعة بالزبدة والدهون، فما في داعي إنه ندهن القالب. زي ما أنتوا شايفين جاهزة، مورقة نافخة، والكب من جوا وسيع عشان نقدر نضيف فيه. بتقدروا هيك بس شوي تعملوا بأصبعكم هيك فتحة صغيرة بس عشان تاخد معكم حشوة أكتر. هيك هلأ بدنا نضيف من الحشوة جوا الكبس اللي عملناهم بهاي الطريقة. ديروا بالكم كل اشي عم نشتغل فيه سخن، فأهم اشي سلامة ايدينا. اخر اشي رح اعمله هون اني رح اضيف جبنة الموزاريلا على الوجه، بحطها تحت الشواية عشان تاخد لون، وهيك بنكون خلصنا وصفتنا. ومع وصفة اليوم أكواب البوف بيستري المحشية بخلطة الدجاج والفطر بنكون أنهينا حلقتنا. بنتمنى تتابعونا بحلقات جاية بوصفات بطيلة شهر رمضان الكريم ورمضان كريم.